فتحيه ديري بالك على اخواتك الصغار بغيابي. ايه بامرك يا ماما، رح تطولوا شي؟ لا ما رح نطول، بس المخلوقه صاحبه واجب معنا بكل مناسباتنا بتجي، نحن لازم نكون نفس الشيء. لا تنسي اخواتي. ما تعتلي هم يا ماما، بامرك انا. يلا خلونا نتيسر. يلا شرفي بدي شرفي. بصراحة يا جناب الباشا، نحن جايين لعندك وقلنا طلب، إن شاء الله ما بتخجلنا فيه. ولو ما عاش اللي بده يخجلك. تفضلي خير، شو طلبك؟ من بعد إذنك يا باشا، نحن جايين مشان نطلع أبي وأخي شكور من السجن. بصراحة أنا رح لبيكم طلب واحد، يا أما بطلعوا لكم شكور يا أما أبوه. ولو إني لساتني زعلان منه. ها ليش؟ من طولة لسانه. إيش كانوا لزبد يا سيادة الباشا، يا ريت تطلعوا لي ابني شكور وبعدين طلعوا أبو شكور، مو مهم يعني، خلوه عندكم بالحبس. إيه مو على عيني، تكرم عيونك. أنا اليوم راح أطالع ابنك واليوم بيكون عندك بالبيت. قلت لكم ما راح يرفض لكم طلب. طيب ومشاني يا باشا ما بيطلعوا الاثنين؟ إيه مو تكرم عيوني، إيه أنت بتأمري أمر. هيئته أبي طبص فيها لشكرية، ويا ريت يتجوزها، أنا هادي اللي بدي إياه. هو يتجوز شكرية وأنا بتجوز شكوري. حليم الله، حليم الله على السنة. خليك زوج سلميلي، الله يعطيكم العافية. والله حظنا حلو إنه تصبحنا بوشك يا فتحية، عن جد قمر، قمر تصور. قمر وبس. تسلميلي، أنا مشان هيك عملت لهم حجابات، كل وحدة بقصها، كل وحدة بقصها. شفتيني؟ أنتِ طول عمرك مفضلة على راسها يا أم العريس. يا ميت أهلين وسهلين. واجبنا حبيبي. تفضلي تفضلي. تفضلي يا أولي أم العريس، يا دجالة يا كذابة يا محتالة، شو أنتِ قاعدة عم تضحكي علينا؟ عم تضحكي على بنات الشاويش؟ لك شبعكن؟ شو ركبكن الشيطان؟ شبعكن أمي؟ شيطان يركبك إن شاء الله يا محتالة يا كذابة، رفعوا لي رجليها لشوف، رفعوا لي رجليها. لك شاوات لكن أمي؟ وأنتِ بتحسين جايبتي لنا عريس ختياري الجن؟ شو شايفتينا عوانس ولا بايرين؟ قومي جيبي لي المقص نشوف. أمي والأب ما بتنفع، ما خلص خلص، ما عاد عيد التوبة. شيطان اللي بيركبك ان شاء الله، شرحيها من رجلها لشو. لا فتحية حبيبتي، لك تسلمي لي. انا حبيبتي كل اسرار كلها بنشوف. لسانك يا ام لسان طويل، لعلمك ما تجيبي سيرة حدا على لسانك، مدي لسانك. لك تسلمي لي. انا حبيبتي كل اسرار كلها بنشوف، رح تدفعي حق الفساتين ما عطلوا ضرر ولا لا. لك خدي يا ام العم. والله بدفع لك. فتحية سكري لي تمك، سكري لي. انا لفرجيكي والله يا ام العم. والله بدفع لك. سكري لي تمك، سكري لي تمك، ما بدي اسمع، ما بدي اسمع. سامي رح خلي صوتك يوصل لاخر الحاره. هلا يا مو، يعني قولتك هالباشا بيطالع ابوكي واخوكي من الحبس؟ ايه يا مو ان شاء الله بيطالعون، بس انت لاحظتي شيء يا مو؟ ايه لكان ما لاحظت، لاحظت ما شال عيونه من عليكي. لا يا مو انا مو بس هيك قصدي، انا قصدي على شيء ثاني. شو هو يا مو؟ يعني كوثر بنته للباشا كأنه بدأ أبوه يساعدنا وبدأ أبي يطلع من السجن. إيه والله معك حق، شفت لك هالبنت كتير طيبة، وإيش كان ولا زبد بده يطلع أبوك وأخوك من السجن على إيديها. إن شاء الله يا مو. يا رب يكون الباشا من نصيبك. إيش كان ولا زبد. ويا حلا أحلق له ولاد زرعنة وجلدة شعره رقيقة وبتوزم عليه. يا حلا احلق له ولاد جرعلي وجلدة شعره رقيقة وبتوزم عليه. وهدا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه، هدا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه. وجلدة شعره رقيقة وبتوزم عليه. يا حلا احلق له ولاد جرعلي وجلدة شعره رقيقة وبتوزم عليه. وهدا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه، هدا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه. وجلدة شعره رقيقة وبتوزم عليه.
جلبت شعره رقيقة وبتوزم عليه. وهلا خلصنا من الرقص وبدنا هلا نكرج كرج الحجال. يلا من العريف نزيلي حالك. هاي النص إلى والنص إلي مثل ما اتفقنا. شلوني معك سيدي؟ يا عيني عليك يا أبو شكور، ممتاز. شغل يا بلا. هلا الوجبة اللي عندي خلصت، إمتى بدك تأمل لي وجبة جديدة؟ آخ والله يا أبو شكور ما بينعز عنك. يعني كان بنفسي إني أجيب لك وجبة ووجبات كثيرة، بس خلص هلا مش الحال ما عاد أقدر أنوم. شو قصدك؟ ليك ممكن تجيبوا حلاق تاني غيري. الباشا حكى معي من شوي وقال لي طالع أبو شكور من السجن. ليه سيدي؟ أنا شو عمل لحتى يطالعني من السجن؟ والله ما بعرف، وأنا محتار مثل منك يا أبو شكور. إيه بس ماني طالع أنا. لك ما بيصير يا أبو شكور، هي أوامر الباشا وأنا لازم نفذها، ما بيصير. إيوة. لك أنا مبسوط كتير بالشغل. وأنا كمان مبسوط مثل منك يا أبو شكور. شو العمل سيدي؟ لازم نلاقي طريقة ضل فيها بالسجن. والله يا أبو شكور ما في غير طريقة واحدة بس، ما في غيرها. شو هي سيدنا؟ إنك تروح لعند الباشا وتترجى إنه يرجعك على السجن. شو يعني البسيطة هي؟ أنا اللي بروح لعند الباشا وبوس إيديه ورجليه خليني بالسجن وبقول له دخيلك داخل على عطك يا باشا خليني بالسجن. خلاص، وأنا وقت اللي تجي لعندي بتعتبر السجن سجنك يا أبو شكور. أهلا وسهلا فيك، إمتى ما بتجي؟ لك خليني إياك يا حضرتي وزباشي. لك يا مرني اللي خلاه، هيا مرني اللي خلاه، هيا مرني اللي خلاه. تمام، هي بوسة ولا رفسة بغل؟ لا والله بتحمله.